الوحدة المغاربية بعاصمة الحمديين بجاية. ننقل لكم مباشرة على القناة الثالثة الفضائية الجزائرية طبعا مقابلة رائد القبة وشبيبة بجاية تسوية لرزنامة البطولة الوطنية. على كل اللقاء يحضره جمهور نقدر نقول أنه جمهور متوسط وليس كالعادة جمهور وأنصار شبيبة بجاية. ونبدأ طبعا مع الفريق الضيف رائد القبة بتشكيلته: بن زيدان محمد في حراسة المرمى، رقم 2 دندن الياس، عوامري رقم 23، 15 جرادي، 6 قدور، 4 بالملاط، 10 حميدة، 35 شويب، 31 بوفرما بوعلان، 8 بسعيد، 19 خلاف في الاحتياط، شهبوب دالا مخوخ، مداحي يحيى شريف، ماضي ايمن، بوزامه خالد. طبعا المدرب هو كريستيان دالجي المدرب من الفرنسي بمساعده رزقي رمان، محمد امين. وفريق رائد القبه فيه يحيى شريف لاعب انيق اللعب مهاجم الخطير، هو في كرسي الاحتياط طويلة ناحية من بالدور يدخل منطقة العمليات والهدف. والهدف الأول لصالح فريق شبيبة بجاية عن طريق بول مدايس حمزة. إذا يحرر أنصار شبيبة بجاية بعد الفتحة من بالدور على الجهة اليمنى وخطأ في المراقبة ربما في دفاع رائد القبة يكلفه هدفا من بولمدايس حمزة ليسجل الهدف الأول لصالح فريق رائد القبة، عفوا لصالح شبيبة بجاية. كان ذلك طبعا في الدقيقة تقريبا 20 دقيقة 19 من الشوط الأول. نشوف الإعادة ومع التقنيين والفنيين للفرقة، التقنيات بي سي رقم 6 وزميلنا المخرج محمد بلعيد في هذه الصورة. بل مكمشة هو اللي كان على الجهة اليمنى وافتح مباشرة ناحية بولمدايس اللي سجل الهدف الأول، وفرحة كبيرة لأنصار شبيبة بجاية. انطلاقة ناحية يانيك ثم جرادي يعيد هذه الكرة لوسط الميدان، الكرة للأحمر، الأحمر يتفوق في هذه الكرة ثم تبقى لصالح الهجوم بولمدايس وتدخل زرداب، ثم الكرة لصالح قويدر بوكساسا، يفتح قويدر بوكساسا ناحية الأحمر لكن خارج ستة أمتار، مكانه لاعب آخر جونغ يانيك. دائما جونغ مليحة، تمريرة جيدة ناحية مليحة والحارس مليحة، كرة جيدة وركنية ركنية لمساعد الحكم، يكون ركنية لصالح شبيبة بجاية. شوف الإعادة من زرداب اللي كان كورته وزع كرة ثم يوزع كرة أخرى، والهدف الثاني من جونغ يسجل هدف ثاني لصالح فريق شبيبة بجاية وبرأسية جميلة جدا بعد الفتحة من زرداب. والكامروني جونغ يسجل الهدف الثاني لصالح شبيبة بجاية تحت هزيج وفرحة كبيرة لأنصار شبيبة بجاية. جونغ برأسية يسجل الهدف الثاني. نشوف الإعادة، كانت من زرداب منفذة كما ينبغي ورأسية، والحارس اصطدم بالقائم. نتمنى فقط أنه تكون إصابته خفيفة على الحارس بن زيدان، لربما كان تلقى الإصابة بعد الاصطدام بالعارضة. حقيقة على الطريقة الإفريقية فرحة من اللاعب يانيك جونغ، هدف
ينعش نوعا ما مدرجات ملعب الوحدة المغاربية بمدينة بجاية. هو تنفيذ الركنية من ظهير زرداب ورأسية جميلة جدا، يعني الهدف كان رائع وجميل ولا غبار عليه لأنه كان برأسية في الدقيقة 30 يعني نصف ساعة. إذن هدفين لصفر لصالح فريق شبيبة بجاية أمام رائد القبة. الحارس اصطدم بالعارضة تقدم له الإسعافات الأولية بولبديس وان جونغ هما اللذين اليوم سجلا الهدفين، يعني الأول في الدقيقة 19 من الشوط الأول بولمديس، وهدف ثاني من جونغ يانيك في الدقيقة 30 من الشوط الثاني. هدفان للا شيء لصالح شبيبة بجاية أمام الرائد، اللي نتمنى أنه الحارس نتاعو يرجع لأنه اصطدامه كان بالقائم، و نتمنى أنه يبقى ويعود للميدان لمساندة بالملاط سمير في تنفيذ هذه المخالفة الطويلة ناحية زفور، ثم ترجع الكرة لفريق رائد القبة وابو فرما يضيع، او يحيى الشريف يضيع، يحيى الشريف يضيع امام الحارس جوكا، كان قريب جدا من هذه اللقطة. وشوف بالعقب ويحيى الشريف دون مراقبة، يعني هذا جرادي ابراهيم. نتمنى له الشفاء ان شاء الله العاجل. و الكرة 5 دقائق فقط تفصلنا عن نهاية الشوط الثاني والمقابلة، والنتيجة دائما لصالح شبيبة بجاية بهدفين لصفر، هدفين دون رد من بولمديس وجونغ يانيك. التغيير الثالث والأخير بالنسبة لفريق شبيبة بجاية، عناني، خروج قويدر بوكساسا، خروج قويدر بوكساسا ودخول عناني هذا اللاعب الشاب، مجموعة شابة من شبيبة بجاية. خروج قويدر بوكساسا اللي قلت عاد لياقته البدنية، وكان نقدر نقول له المثل للشباب اللي يلعب في صفوف او في البطولة الوطنية، يعني بامكانيات جيدة يرجع مداحي، مداحي في وسط الميدان، مراوغة محاولة من ماضي، ومداحي بانطلاقة على الجهة اليمنى يوزع هذه الكرة، وتغطية من مسالي عدم.